طيب معايا الدكتور مدحت العدل، طبعا الكاتب الكبير ويعني السيناريست الكبير. يا دكتور مدحت، ازي حضرتك؟ مساء الفل يا ابو الكباتن، ازيك يا حبيبي؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ انت عارف انا مش عايز اقول لك، انا كلمه السر عندي في جميع مواقعي اسمك. ايه؟ يعني كلمه السر عندي، الايميل بتاعي، مش عارف ايه، اسمك الشهير. لا والله. وحياه ربنا، يعني اول اسم خطر على دماغي زمان وانا بعمل اسمك، فقلت فكتبته، وبقى ده كل حاجه انت. فعشان تعرف معزتك عندي. والله يا دكتور اقسم بالله، يعني ده شرف ليا، شرف ليا يا دكتور مدحت، وانت حبيبي يا تعرف ان انت يعني شخصيه محترمه يا حبيبي، ربنا يخليك يا حبيبي، والله يا ربنا دكتور، يخليك وشخصيه محترمه، وكاتب كبير واديب كبير وسيناريست كبير، حبيبي، ربنا يكرمك ونستمتع يا بكل اعمالك يا دكتور. ربنا يكرمك يا كابتن، ربنا يكرمك. دكتور النهارده اتخضينا، يعني زي ماتش السعوديه خضينا شويه، الحقيقه وبقينا منتظرين نشوف ايه اللي ممكن تعمله مصر بكره. بص، يعني طبعا انا الحاج زعلان جدا جدا، ان انا صحيح كنت بشجع السعوديه بشكل غير طبيعي، كأي انسان عربي محترم عادي لازم اشجع المنتخب العربي. خلاص سيبك من الكلام بقى اللي على تويتر والناس، انا كنت عايز السعوديه النهارده على الاقل تتعادل، تمام. واخد بالك؟ الحقيقه انا كنت شايف ان كان النهارده اوف داي، وانت لعيب كبير وفاهم يعني ايه اوف داي اللي فات. صحيح فده اللي حصل النهارده، وانا لسه حاطط كده على تويتر، قلت لهم يا جماعه السعوديه يعني البرازيل اتغلب 7 من المانيا، ولن تتكرر الحكايه دي تاني. اتخضيت طبعا، لان دي ادت فرصه لروسيا غير عاديه ان هي على الاقل تطلع تاني، لان الخمس اجوان دول فرق الاهداف بتاعت بيحسم في حاله صحيح، التعادل في النقط. على فكرة ده فالخمس اجوان صعب، دول صعب مهمة مصر يا دكتور. جدا 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 الحقيقه يعني. وانا رايي الفريق الروسي ليس بهذه القوه، لان انا بقول لك الفريق السعودي كله اوف داي، جميع اللعيبه بلا استثناء، يعني دي برضه ما بتحصلش كتير، ان الفرقه كلها تبقى مش كويسه. صحيح فده حصل النهارده، واذا كان هناك من فائده وحيده من وجهه نظري يعني للمنتخب المصري، انه عليه ان ياخذ حذره بكره. يعني ايه الماتش بتاع النهارده اداك وجهه نظر، اولا ما تندفعش، لان احنا لاحظنا ان السعوديه لما جيت كنا اندفعت فالجول الثاني دخل. يعني لازم تبقى انت برضه مقفل، زي يظهر ان كوبر هيطلع بيفهم اكتر مننا كلنا، صحيح، وعارف امكانيات اللعيبه واللعيبه المنافسه، ولازم الناس تبقى فاهمه ان احنا بنلعب بكره فرقه مرشحه تاخد كاس عالم، صحيح، على الاقل فرقه بعد الاربع فرق ارضيه من ضمن الخمسه او السته. صحيح، دفاع حديدي، دفاع اتلتيكو مدريد، هجوم برشلونه وباريس سان جيرمان، سواء تباني سواء سواريز، صحيح، اذا انت مع فريق عالمي تقيل. صحيح، فالمطلوب مننا عدم الاندفاع، اللعب بهدوء، لازم نعتمد على لعيبه خبره من وجهه نظري، لعيبه ما بتخافش. يعني انت مع ان عصام الحضري اللي يبدا؟ اكيد هو اكثر واحد خبره فيهم، اللي عنده خبره كمان شريف الكرامي، بس شريف الكرامي بقاله كتير ما بيلعبش. صحيح، ولكن عصام الحضري لعب قصاد دروجبا، لعب في كاس العالم للقارات قصاد احسن لعيبه في العالم، اذا هو مش هيبقى مخضوض ولا مرعوش، وعنده ثبات. صحيح، اللعيبه بقى احنا بس عشان احنا النهارده، انا كتبت على تويتر يا كابتن، بقول من النهارده لا اهلي ولا زمالك ولا انتقاد لاي، لا لاي والله يا دكتور مدحت، يعني انا متخيل مثلا كسبنا بكره 1-0 وعبد الله السعيد اللي جاب الجول، فاللي عبد الله اللي كان بيتشتم من مصر كلها بسبب انتقاله وبتاع، دلوقتي ممكن مصر كلها تبوسه. يا بو بص والله يعني ما اعتقدش بقى ان احنا هنخش هندخل اهلي وزمالك بقى، ده هنبقى تشكيل قوي ودمنا تقيل. ده منتخب مصر، واي لعيب بيلعب هناك هو لعيب في منتخب مصر بغض النظر عن لون الفانيلا اللي بيرتديها. صحيح، ومفروض كلنا ولا حتى لو هننتقد بقى، يعني قبل كده كنا نقول قال اصل الاداء، لا النهارده والمده الثلاث مسؤول اللي جايين يا رب يبقوا 4، انا مع المنتخب ده على اي شكل وعلى اي نتيجه وعلى اي حاجه. اولا هم فرحونا ووصلونا كاس العالم، وبقينا على الاقل في هذا المحفل العظيم اللي بقى لنا 28 سنه ما دخلناهوش، وقبلها من سنه 34. اذا هم عم فرحونا واسعدونا، فعلى الناس انها تقف جنبهم، وهنستقبلهم ايا كانت النتائج في المطار، ونقول لهم متشكرين ان انتم اسعدتونا ودخلتونا هذا المحفل العالمي. دي وجهه نظري البسيطه والمفهومه. طيب انت يا دكتور مدحت مع ان محمد صلاح يبدا ولا يقعد؟ لا 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 لا، وانا ما اعتقدش ابدا انه هيبدا خالص. اولا ده اصل كوبر النهارده قال ان صلاح
في المؤتمر الصحفي جاهز 100%. ماشي، بص يعني هو يقول ويراوغ ويقول حاجات، بس انا وجهه نظري انه صلاح هيقعد احتياطي وممكن ينزل في الاخر نص ساعه، لان صعب ان انت كابتن انت لعيب كره عارف. صحيح يعني صحيح. الراجل ده ما لعبش من بقاله قد ايه؟ من يوم 26/5 لعب 10 دقائق او ربع ساعه وخرج بسبب الاصابه. بالظبط كده، اذا هو حتى بدنيا في ماتش قوي زي ده، وانت شايف اللعيبه كل يعني فارعين الطول وعندهم مجهود، صعب ان لعيبه ماتش زي ده ممكن ينزله علشان الماتش اللي جاي. وانا اعتقد برضه يا كابتن ان هو فرقه الدفاع اوروجواي اللعيبه بتوع اتلتيكو مدريد فيري تاف في اللعب. صحيح. يعني روسيا والسعوديه اسهل، فانت بتلاعب فرقه قويه جدا، يعني حرام ان انت تجازف بصلاح قد تخسره ماتش روسيا. بس كده تخسر ماتش روسيا والسعوديه. بالظبط كده. فانا رايي الشخصي انه ما يلعبش، هيقعد يعني احتياطي، لو الزلمه ممكن يلعب في الدفاع بتاعه لتسخين للماتشات اللي جايه. ده رايي يعني. اشكرك دكتور مدحت العدل الاديب والكاتب الكبير والسيناريست الكبير، ده كان رايه في. انا عايز بس اقول شويه حاجات كده، انا عايز اقول بس السوشيال ميديا اصبحت شيء جديد في عالمنا العربي، وبتبين الحب والكره. انا عايز اقول كلمه واحده بس، مش عايز اخش في تفاصيل، بس انا كعربي وكمصري بتمنى لكل بلد عربي انها تكون موفقه في المحافل الدوليه، وانا شخصيا كنت اتمنى من كل قلبي السعوديه تفوز النهارده.